هاي هاي سويت. الأسرة الجقفان. شكرا، تبارك الله عليكم، والله يعطيكم الصحة والخير. لما تشدك ساعة ما تشديش شديها بزاف. الناس جنود الخفاء من بينهم سي احمد والمساعد ديالو اللي سهروا على هاد القفص ليلا ونهارا باش، لانه ماشي قفه ولا جوج ولا ثلاثه، واحد العدد كافي وكثير بزاف. شكرا لكم، والله يديرها لكم في الحسنات ديالكم. شكرا للناس اللي سهروا على هذا الشيء واللي قاموا بهذا الشيء. وسي الحاج الله يعطيك تبارك الله ما شاء الله، الله يعطيك ويزيدك لنتالا سي احمد الخدير، وشكرا بزاف. وحق الله انا فرحانه، الفضل كيرجع للحاج خويتر محمد، ماشي هذه اول مره، وهو في كل مناسبه اكيد حتى عيد الاضحى اكيد. هذا الشيء انا اللي عجبني، يعني سنويا كيقوم بهذا العمل، والله الله يعطيه من فضله. وهذا العمل يقوم به داخل المغرب وخارج المغرب، حتى الاسر المحتاجه بالنسبه في ايطاليا، عندنا في مدينه براتو ولا فرنسا، تيقوم بهذا العمل الحمد لله. وديما جانب الاسر المحتاجه، الله يخلف عليه والحمد لله.